بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، تتواصل الانطلاقات والمنافسات على أرضية هذا الميدان هنا مع مهرجان قناة الوسطى من الديد. ينطلق الشوط السادس هنا في هذه اللحظات، وهو الخاص لتنافس الجعدان. فتمنياتنا لجميع المشاركين بالتوفيق والنجاح. نبدأ مباشرة مع المقدمة والمركز الأول وصدارة الانطلاق. من يتقدم هناك على الصدارة والبداية بهذا الحضور على المركز الأول؟ هذا هو الآن شاهين لهادف بن محمد بن هويدن الاكتبي، من يطلق لنا شاهين على المقدمة والصدارة. المركز الثاني الشامخ القادم للدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ، حاضرا ومتواجدا. هذا الشعار على المركز الثاني. المركز الثالث القدوم القوي مع شاهين ليونس بن حمود بن عبد الله السعيدي على مستوى المركز الثالث. ورابع المراكز هملول عبد الله بن علي بن سعيد الجنيبي على المركز الرابع. المركز الخامس هذا هو القادم في خامس المراكز، سراب لسهيل بن سالم بن سهيل الخيلي على المركز الخامس. سادس المراكز، المركز السادس هذا هو القادم الآن اللي هو الشامي لسعيد بن راشد الزغرون المزروعي على المركز السابع وفي ثامن المراكز. ايضا يتقدم بهذا الحضور على المركز الثامن الشميمي لسهيل بن مبارك بن راشد بن خليفه الاكتبي على المركز الثامن في هذه الانطلاقه. وتاسع المراكز اوكسجين لخالد بن حمدان بن غانم الفلاحي، وعاشر المراكز ايضا هناك القادم في هذه الانطلاقة. وبهذا الشوط يصل مشاهدينا الأعزاء في هذه المنافسة وفي هذا التحدي الرائع. نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول وإلى صدارة هذا الشوط. من يتقدم الأسماء اللامعة في هذا الصباح؟ الشامخ إذن يختار الصدارة، يتقدم مع المركز الأول متواجدا على البداية الأولى للدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ مع المركز الأول. يقدم لنا أحد أسمائه الرائعة والقوية مع الصدارة بوجود وانطلاقة الشامخ بالمركز الأول. شاهين القادم على المركز الثاني لشعار هادي بن محمد بن هويدن الاكتبي على المركز الثاني في هذه اللحظة، والأسماء قادمة منضم أيضا على المركز الثالث. وصل الشميمي سهيل بن مبارك بن راشد بن خليفة الاكتبي على المركز الثالث. ورابع المراكز القدوم والوصول في هذه اللحظات. وصل مشاهدينا الأعزاء في هذه الانطلاقة هنا في هذا الشوط، وهناك أيضا التحدي بدأ بحضور وانطلاقة هذا الشعار. وصل عجيب سعيد بن حمد المطر المنصوري يتقدم مع عجيب في هذه المنافسة. واقتربنا مشاهدينا الأعزاء هنا من خط النهاية والمقصورة الرئيسية من أجل الحصول على المركز الأول وبحثا عن كلمة الناموس. إذا العودة، العودة إلى المقدمة إلى الصدارة. هذا هو الشامخ، الشامخ على المركز الأول في مقدمة هذا الشوط للدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ. هو على المركز الأول، بينما المركز الثاني القادم والمنطلق عجيب لسعيد بن حمد بن مطر المنصوري. وفي المركز الثالث يتقدم الشميمي سهيل بن مبارك بن راشد بن خليفة الاكتبي على المركز الثالث. وفي رابع المراكز القدوم هنا والتدخل مع وصول سراب لسهيل بن سالم بن سهيل الخيلي على المركز الرابع.
في هذه الانطلاقة وبهذه التحديات المثيرة. نعود مجددا أيها الأخوة المتابعين الأعزاء في كل مكان إلى المركز الأول وإلى انطلاقة هذا الشوط. إذن البداية الصدارة مشاهدين الأعزاء بوجود هذا الشعار المتقدم مع المركز الأول. البداية مع عجيب على مقدمة الشوط، سعيد بن حمد بن مطر المنصوري، ولكن نرى الوصول على المركز الثاني القادم مشاهدين الأعزاء. الوصول والقدوم في هذا الشوط مع مبعد محمد بن جاسم المزروعي قادما على المركز الثاني في هذه المنافسة، يغير مع اللحظات الأخيرة بالمركز الأول في صدارة هذا الشوط. هنا يريد أن يحقق النقطة الثانية، على التوالي. تهانينا والناموس في هذا الشوط، سلام الظفرة، تهانينا والناموس مشاهدين الأعزاء إلى مالكي حبشان لسيف بن فارس المزروعي على فوز حبشان بالمركز الأول. المركز الثاني كان الوصول في ثاني المراكز مع مبعد محمد بن قاسم المزروعي، وفي المركز الثالث كان الحضور في ثالث المراكز مع اللي هو أكسجين لخالد بن حمدان الفلاحي، وفي المركز الرابع وصل مشاهدينا الأعزاء اللي هو عقيب لسعيد بن حمد المنصوري، والخامس المركز الخامس كان الوصول والحضور مع وجود اللي هو سراب لسهيل بن سالم بن سهيل الخيلي. اذا تهانينا والناموس الى مالك حبشان لسيف بن فارس المزروعي، والمرة الثانية على التوالي هنا محققا هذا الفوز والانتصار بالمركز الاول حبشان لسيف بن فارس المزروعي. والتوقيت الزمني هو 5:59 18 جزءا من الثانية، التوقيت مع حبشان بالمركز الأول من حقق ناموسي هذا الشوط. المركز الثاني هنا التوقيت الزمني 5:59 جزءا من الثانية، كان مع وجود مبعد لمحمد بن قاسم المزروعي في المركز الثاني، وفي المركز الثالث كان الوصول متابعينا الكرام مع أكسجين لخالد بن حمدان بن غانم الفلاحي، كان في المركز الثالث في هذا الشوط. وتوقيت 6:32 جزءا من الثانية هو بالمركز الثالث مع هذا الشوط وجود أكسجين لخالد بن حمدان الفلاحي. تهانينا إلى سلطان بن عبد الله الوهيبي في هذا الشوط.